احنا المغاربه الوحيد اللي ما كنسمحوش في الماطلة والو ما كتلاحش كنضربوا بيه 10 سنين وكتعاود فيه البيت ماطلة جوج بلايص بالكويت وجوج مخاد غير ب 1999 درهم ما يمكنش تلقاو رخص على اكثر من 100 منتوج وغير عند مرجان مرجان الربح في الجودة والأتمان السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل وأهلا بكم إلى هذا الموجز الرياضي نقدمه لكم من قناتكم الإلكترونية شوف تي في والبداية استأنف الظهير الأيسر لفريق الرجاء البيضاوي عادل الكروشي صباح اليوم الثلاثاء تدريبه رفقة فريقه إذ أجرى حصة تدريبية خفيفة وحسب ما ذكر الموقع الرسمي لفريق الرجاء البيضاوي فإن الكاروشي عاد لاستئناف تدريبه رفقة الخضر بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وأبعدته لفترة طويلة عن الميادين. رياضيا وفي أخبار المنتخب المغربي علمت شوف سبور من مصادر قريبة من المنتخب المغربي لكرة القدم أن المدرب إيرفي غوناغ غاضب بسبب تسريب بعض الأخبار المتعلقة باستعدادات الأسود لمباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا أمام رأس الأخضر 2017 وسبق للمدرب غوناغ أن أكد على ضرورة الحفاظ على سرية الاستعدادات خاصة وأن الأمر يتعلق بمواجهة منتخب يحتل الرتبة الأولى على المستوى الإفريقي وأن اللقاء يمكن أن يعرفه تغييرات في أي لحظة. دائما في أخبار المنتخب المغربي سيتمكن جميع المغاربة من متابعة المباراة التي ستجمع اليوم الثلاثاء على الساعة 8 ليلا المنتخب المغربي بخصمه منتخب الرأس الأخضر بمراكش مجانا على قناتي الرياضية والأولى أرضي تي إن تي وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتبر البلد العربي الإفريقي الوحيد الذي لم يحصل على حقوق نقل فعاليات مبارياته ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا ذهابا وإيابا والتي تحتكرها قنوات بي إن سبورت القطرية. رياضيا دائما قال عبد الرحيم طليب مدرب الدفاع الحسنية الجديد أن مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب الرأس الأخضر اليوم الثلاثاء لا علاقة لها بالمقابلة الأولى التي جمعتهما ببرايا بحكم أن الخصم ليس بالسهل إذ خلق متاعب عديدة للاعبين المغاربة وأضاف طليب في تصريح لشوف تي في أن أرضية الملعب بمراكش جد ملائمة للكرة الحديثة لكلا المنتخبين ويمكنها أن تساعد المنتخب الخصم على خلق فرص ومفاجآت عديدة وسط الميدان لنستمع لعبد الرحيم طليب في هذا الصدد. أنا كنظن أن المقابلة ستكون مقابلة صعبة لا علاقة لها مع المقابلة الأولى وذلك نتيجة على أن فريق الخصم سيحل إلى مدينة مراكش للدخول باللقاء فلذا يجب أن لا نستفسر الخصم ولا سيما أنه خلق لنا متاعب جمة في المقابل الأولى في الشوط الأول الآن يعني الأرضية يعني توالم كرة حديثة للفريقين غياب بن عطية تنظم لن يؤثر لأن الفريق المغربي أدى يعني لقاء كبير في المنشط الدفاعي في المقابلة الأولى تنظم أن الواجب علينا أن نفوز في اللقاء باش نأكدوا الصحوة الأخيرة للفريق الوطني المغربي ولا سيما أننا كنا الأقوى من ناحية لا التنشيط الدفاعي ولا التنشيط الهجومي ولا يعني حتى الروح القتالية والضغط على الخصم من ناحية التقنية فكنظن أن اليوم مقابلة لرد الاعتبار الكرة المغربية ومقابلة لتعطي الأمل للجمهور المغربي باش يآمن بهذا الفريق الجديد تحت المدرب الجديد الوطني. وأخيرا أوروبيا أشارت تقارير إخبارية إيطالية اليوم الثلاثاء أن نادي جوفنتوس يستعد للإعلان عن تجديد عقد مدربه ماسيميو أليغري لموسم إضافي ويسعى نادي السيد العجوز لقطع الطريق على الأندية الإنجليزية المهتمة بمدربه كتشيلسي ومن المرتقب أن يعلن عن تجديد عقده في غضون أيام وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن جوفنتوس يستعد لمكافأة
أليغري بعدما صعد به من المركز الخامس عشر إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي. إلى هنا مشاهدينا أتينا إلى نهاية الموجز الرياضي، في أمان الله.